20 اداء اكثر من رائع لنادي المقاولون العرب، واختفاء تام لفريق النادي الاهلي. كابتن طه، نادي الاهلي عنده مشكله وعنده ازمه الحقيقه. الشوط الثاني شوط صعب جدا، نادي الاهلي يعني خطه الهجومي الحقيقه منعدم، خطوط مفيش ترابط، لا شفنا اطراف ولا شفنا نص ملعب ولا شفنا سيطره هجوميه. مروان الحقيقه مش قادر يقدم اوراق اعتماد، والتغييرات ما قدرتش ان هي تعمل الفارق. طبعا مقاولين عرب كان افضل حتى في الشوط الاولاني، يعني الشوط الاولاني لعبوا بذكاء وامتصوا حماس النادي الاهلي، وصحيح النادي الاهلي حتى ما كانش فرص، كلها كرات عرضيه، لكن ما بتلاقيش اي حد اللي في الشوط الاولاني يعني. ولكن مقاولين عرب قفلوا بشكل كويس وعملوا حساب ان ما جاش فيهم جوال. الشوط الثاني حسوا ان النادي الاهلي مش هيعمل حاجه، ابتدوا يعملوا كونتر اتاك بشكل بكثافه. طبعا في الماتش يا كابتن، طبعا وهم الاحسن، هم الاجهز فنيا، اجهز بدنيا، اجهز تكتيكيا، بيلعبوا بشكل كويس قوي، ضاغطين على النادي الاهلي، بيقطعوا الكوره، بيعملوا المساحات ويشتغلوا فيها بشكل كويس. شفنا طبعا الفرص اللي راحت منهم طاهر في الشوط الاولاني، التسديد اللي شاطها اللي هنشوفها دلوقتي اللي هي جت في الشوط الثاني القائم معانا فاهم. فدي واحده. وشفنا طبعا احمد علي لما سجل الهدف في لعبه من الكونتر اتاكس، فدي كلها بينت ان النادي الاهلي عنده قدرات هجوميه جيده. يعني محمد طلعت لعيب جيد جدا ومشاغب واجريسيف في هجومه. محمد طاهر لعيب رائع جدا، وانتهز شفنا الكره اللي انفرد فيها وسددها بشكل كويس. حتى لويس ادواردو ولد كويس، كان خفيف الحركه، بيشتغل من الناحيه اليمين بشكل كويس. نص الملعب قافلين كويس، هم الاجهز، هم الشارب، يعني هم اللي عندهم الحده البدنيه، يعني الكرات المشتركه هم اللي بياخدوها، الكرات العاليه في الدفاع هجوما هم اللي بياخدوها، رغم الاطوال وحتى كوليبالي برضه هم بياخدوا الكره العاليه الاكثر. فواضح ان هم فايقين في جميع النواحي، علاوه على التجانس اللي هو موجود بينهم، لانهم الوقت دي يعني اولا حتى المباريات اللي قبل عماد النحاس كان نفس التشكيل تقريبا مع اختلاف بسيط جدا، فالفريق ده بيلعب مع بعضه باستمرار عكس النادي الاهلي. المجموعه دي يعني اتلمت كده من مره واحده، ما واحد من الشرق واحد من الغرب، ما فيش تجانس، ما لعبوش مع بعض قبل كده. في ناس يعني انا شايف ان فرقه لما تقرا الغيابات فرقه، يعني هتلاقي في الغيابات علي معلول، احمد فتحي، دول اللي جنبين، هتلاقي مثلا السوليه في نص الملعب، هتلاقي برضو من الازارو مش موجود، هتلاقي صلاح محسن اصيب من اول 5 دقايق ولا 10 دقايق، اجاي مش موجود، يعني فرقه كامله مش موجوده بسبب اصابات، وده شيء ظاهره عجيبه، وانا اتكلمت عنها ازاي الموضوع ده يحدث. ده الجول اللي جابه احمد علي بشكل رائع جدا، مهاجم في داخل منطقه الجزاء خطير جدا، بيعرف ازاي يستقبل الكرة، يعرف ازاي يموت وهو بيستقبلها بصدره، بيستقبلها بفخده، بيموه على المدافع، وبعدين يقدر يسجل على طول مع اللفه برجله اليمين، برجله الشمال زي ما شفناها كده، مهاجم خطير جدا يعني. ولذلك كل هجمات المقاولين العرب الكونتر اتاكس كلها خطيره جدا، سجلوا منها هذا الهدف، لكن في اهداف اخرى ما قدروش يسجلوها، لكن دفاع كومباكت وقافل، نص الملعب قافل بشكل كويس، ما ادوش للنادي الاهلي اي فرص. النادي الاهلي انا مش شايف فرصه واحده اقدر اتكلم عليها، كلها كرات تحطها في ال 18، لكن كرات عشوائيه ما فيش فيها هدف. حتى الكرات اللي اتلعبت لنتفت وفات وعملها بالعرض، وكان ممكن يبقى فيه داخل منطقة الجزاء فيه 1 و2 و3، لكن توجيهها تمركزهم ودي رأسية برضو أي كلام، فمفيش فرص الحقيقة النادي الأهلي قدر يسجل منها. ولذلك أنا شايف الفريق يعني دفاعا هجوما إجمالا تكتيكا بدنيا بعيد جدا جدا، مفيش توافق، مفيش فعالية هجومية بالمرة، مفيش ثبات في الناحية الدفاعية وتمركز جيد، بحيث ان حتى على الأقل أمنع ان انا يجي عليا اجوال لما جبتش انا اجوال. فالحقيقة انا شايف المقاولين العرب يستحقوا هذا الفوز بجدارة واستحقاق. كابتن أيمن، لو يعني خدت من كلام كابتن طه، هل النادي الأهلي يعاني من سوء أداء ولا أزمة ثقة؟ كل حاجة، كل اللي أنت عايزه. سوء أداء بأزمة ثقة يطلعوا لك نتيجة زي كده. أنت حطيت المعادلة إيه زائد إيه يساوي هزيمة 1-0. سوء أداء مع قلة ثقة. لكن في نقاط واضحة قوي جوه المباراة. هل عماد النحاس كان عامل سيناريو في دماغه لاستهلاك حماس لعيبة الأهلي؟ استهلاك طاقتهم في عملية الاستحواذ الكبير اللي بيقوموا عليها؟ هو دايما بيفكر في الجزء الأخير من الشوط الثاني. هل هو كان محضر سيناريو عشان كده دفع في الشوط الثاني بتغييرات هجومية واضحة أحمد علي وكريم مصطفى عشان يغير شكل السرعات مع طاهر محمد طاهر ويلعب بعد ما استهلك الطاقات
بتاعت لعيب النادي الاهلي؟ هل كان محضر السيناريو ده؟ كان واضح انه محضر السيناريو ده، كان مهيئ لعيبته ان هو هيلعب الماتش على شوطين، الشوط الاول هيدافع بشكل قد يكون مبالغ فيه بالنسبه لنا، استغربناه الشوط الاول، لكن حافظ على 0-0. لما فضلت 0-0 الشوط الثاني عمل تغييراته اللي فكرت في الواحد صفر، كان فيري لاكي انه جاب 1-0. لكن في نقاط في النادي الاهلي، الاهلي اتضحك عليه في الاستحواذ الكبير بتاعه، افتكروا الاستحواذ الكبير ده هيخليه يجيب جول، مع انه ما راحش ما ضيعش ولا فرصه حقيقيه، كلها اجتهادات فرديه شخصيه من غير جمل جماعيه، ودي علامه استفهام كبيره في شخصيه الاهلي. كمان منطقه نص الملعب بتاعه النادي الاهلي مثيره للشفقه، منطقه بطيئه كلها بتفكر كتير قبل ما تجيلها الكوره. لو تتفرج على الهاي بريشر او الضغط العالي اللي عمله لاعبي المقاولين على مناطق نص الملعب مرتين ثلاثه شوط تاني قطعوها بمنتهى السهوله من الاثنين اللي في نص الملعب او الثلاثه اللي في الاهلي، سهل قوي الضغط عليهم وان انت تاخد منهم الكوره وتتحرك بيها. معقوله منطقه صناعه فكره جون ضعيفه لهذه الدرجه، بطيئه لهذه الدرجه؟ ده النهارده موجود في النادي الاهلي. اطراف النادي الاهلي، الاجنحه الشمال اليمين، كلها اجتهادات فرديه من غير تعاون في منطقه ال 18. دايما مروان سهل لدفاعات المقاولين او من غير دفاعات المقاولين، سهل مش هيجيب جول، لان دايما بيفكر بره تركيزه في الملعب، عنده مشكله في التركيز. عيوبه مروان كلها بتتلخص في درجات تركيزه في التعامل مع الكره او بيروح، تحس ان واحد بيأدي واجب ان هو في ال 18، ما عندوش رغبه، لدرجه ان في كوره اتلعبت له بالعرض راح مريحها عند جوه ال 18، راح مريحها ببطن رجله، وانا واحد وقاعد مع ناس تعرف يعني ايه قيمه انك تجيلك كوره في جوه ال 18، لو الشيخ طه حازم امام انا يعني جون، مش لسه هفكر ادي الواحد. فرود بيأدي وليد سليمان بقى حائر بهدف، لدرجه اللقطه الوحيده اللي دخل فيها جوه ال 18 وكان معار، هي اللي محطوطه في اللعيبه المصريين كتيره دي، واحد من الاسماء دي دخل في ال 18 ولعبها بالعرض، كان وليد سليمان داخل متاخر، مروان محسن راح ادى دوره ان هو يهوش، هو بيهوش طول الماتش، وليد سليمان ما لقاش نفسه في المكان اللي يقدر يجيب فيه الجون، ذهنه مش في المباراه، مجهود وطاقه غير عاديه على وليد سليمان المظلوم في وسط هذا الفريق. صراحة الباك اليمين والباك الشمال، الباك الشمال ايمن اشرف، الباك اليمين اسمه ايغر نيدفيد اكيد، وايمن اشرف، الاثنين دول بيأدوا اداء ما فيهوش اي، عندهم كم من الحريات وكم من الفرص للانطلاق، وكان في مساحات لكن درجات الاستغلال محدوده. مره واحده في 90 دقيقه بتتكلم عن النادي الاهلي، كريم نفد من ناحيه اليمين ولعبها بالعرض بس، سيناريو بسيط جدا كلاسيكي بمنتهى الواقعيه لقدرات. لا تلاقيهم يا عماد يا نحاس، اتلمت علينا صح. استحواذ متكامل للاهلي، نسب قد تصل ل 70 و80%. شوط تاني تغييرات غير بيها موقفه، غير بيها شخصيه الفرقه، استغل البطء وخط دفاع النادي الاهلي بعد سعد سمير اللي هو المفروض بيدي دعم اضافي للرقابه. كره الهدف دي ما انا عارف كره الهدف، ما انا بوصفها معاك. المفروض هنا سعد سمير يبقى جنبه، كان قدامه، فالراجل كان سهل مع كوليبالي، كوليبالي اتزحلق رقابه سيئه جدا، اتزحلق بشكل ساذج جدا. وشيء من التوفيق والبراعه لاحمد علي، التوفيق ان هي لما وقفه بطن رجله خبطت في صدره واتصلحت له، والبراعه لما قفل وش رجله الشمال في الزاويه العكسيه لشريف اكرامي ما يتسالش عنها خالص. دفاع الاهلي اصلا لم يختبر غير في لعبه واحده هي كانت هدف. بص الكوره، بص نص ملعب الاهلي كله فين بعيد عن الكوره، بص طاهر بيتحرك فين، هو قدام سعد سمير واحمد علي قدام كوليبالي. التوقيفه يعني لو بهنساوي كان بيدعنا جوه هيبين لك التوقيفه خدمته قوي يا بهنساوي. يعني بص بعد اذنك يا سيف، الكره وهو بيوقفها ببطن رجله، مش دي الزاويه يا بهنساوي، وهو بيوقفها ببطن رجله خبطت له في صدره وراحت له قدامه، ده التوفيق. البراعه ان هو قفل وش رجله الاثنين، البراعه ان الكره ما هربتش منه، الكره قدامه. ما هي دي البراعه بقى، هي البراعه يعني استعرض امكانياته ومهاراته، خدها ببطن رجله خبطت في صدره طلعت قدامه، لف وسط رجله لفه رائعه عكس الاتجاهات عكس كل حاجه،
بس هو فرويد بيعيش على كده، بيعيش على مدافع يديله الفرصه دي. بص كره خبطت في صدره نزلت على الارض خدها فيرست تايم بخبره السنين زي ما بتقولوا او زي يعني بكل ذكائه. بص اهي اهي في بطنه بصدره، والفيرست تايم التايمينج بتاع الشوطه والمفاجاه اللي فيها بصراحه برافو عماد النحاس، ضحكت علينا خليتنا شفناك وحش قوي الشوط الاول، اترنك لئيم محضر حاجه للشوط الثاني وعايز تضمن 0-0. الاهلي مضحوك عليه من الاهلي، هم افتكروا ان الاستحواذ له قيمه في المباراه فقعدوا يحاربوا على استحواذ وهمي، قعدوا يحاربوا على استحواذ ليس له اي معنى تهديفي، اتسرقوا بهدف يستحقه سذاجه من مدافعي النادي الاهلي عملوا نتيجه المباراه. حازم برضه هاخد من كلام الكابتن ايمن، هل كابتن عماد نحاس ضحك علينا ولا هو شخصيا ضحك عليه واتفاجئ بمستوى النادي الاهلي النهارده؟ هل هو كان حاطط سيناريو كده ولا كان لا؟ اكيد اتفاجئ، لان دايما بتدي البطل او الفرقه الكبيره بتدي دايما بتخوف لعيبه منها ودايما تعمل لهم حساب، عشان لو ما كانش عامل لهم حساب ما كانش هيبقى الحال كده لفرقه المقاولين الشوط الاول والشوط الثاني، الالتزام التكتيكي اللي موجود النظام اللي موجود في الملعب، لو انت مش مدي حساب ومش عارف حساب اللعيبه دي ما كانش المقاولين هيكسب النهارده. فاكيد عامل حسابه واشتغل على كل اللعيبه بشكل كويس واشتغل على الفرديات اللي موجوده في اللعيبه والنواقص اللي موجوده واللي بينها طبعا الهدف عايز اتكلم عليه، بس خليني ارد عليك في الاول في الحاجات طبعا الاولانيه. المقاولين يعني جزء الماتش بشكل كويس، الشوط الاول انا قلت لك عمل شوط كويس جدا بالنسبه لوجهه نظري، عمل اللي هو عايزه، قفل الملعب، ما فيش ولا هجمه تقريبا خطيره على النادي المقاولين، في شويه كوره جوه الثلاث خشبات اتشاطت حتى، كله حاجات عرضيات، وبالتالي انا كمدير فني عملت اللي عليا، حاولت اروح بكذا كوره، لكن الهوم ورك بتاعي او لو طلعت 0-0 فانا اكيد هكون مبسوط ان انا بلعب الاهلي. يعني طلع لعيبه كتيره بره الحاله بتاعتها، نصر ماهر ما شفناهوش بشكل كبير، احمد الشيخ الشوط الاول من بعيد، الشوط الثاني الاهلي كان احسن، يعني صراحه الشوط الثاني الاهلي ابتدى كويس، جبهه اليمين اشتغل كويس قوي كريم واحمد الشيخ، شفنا يعني مقارنه بالشوط الاول عشان برضه مش مكان اهلي يعني، لكن احسن بكتير من الشوط الاول، شفنا كريم راح كذا مره عدى ولعب بالعرض واحده لوليد سليمان اللي شاطها جوه ال 18، وليد متوتر، لو وليد في حاله طبيعيه ممكن يعملها ببطن رجله جول، لكن هو شايطها التوتر بيخليك تشوط او تخليك مش يعني ما تركزش على الدقه، بتركز على القوه اكتر، عملها كويس جدا كريم، وعمل بعديها واحده ثانيه لمروان اللي عدت وليد اتاخر، وعمل واحده ثالثه في اخر الماتش لمحمد الشريف، فالحته دي اشتغل نوعا ما احسن بكتير من الشوط الاول ما كانش فيه ولا كروس تقريبا، يعني الناحيه الشمال اللي كانت ميته تماما. المشكله ان انت لما يعني بص دي اول واحده، بص دي جون وليد سليمان عملها ببطن رجله في البعيده جون يعني، لكن هو متوتر فعايز يشوط. يعني انا اشوف الاهلي اشتغل نوعا ما احسن بكتير من الشوط الاول، لكن المقاولين ذهنه حاضر، المقاولين مركز، المقاولين بيلعب، وعماد النحاس عجبني جدا لما لقى بص كام كوره اللي ورا بعض دي يا سيف، راح عامل تغيير على طول مع ابو هبس اسماعيل، نزله مكان ناحيه